بوركيبي، انا نوريك بوركيبي كيف يدي. دبر عليها، ريح لي الصوت، هذا موضوع مهم. كيفاش خلي بوركيبي تحت رجل النساء؟ واي هاي هاي، ريح ثبت معايا في الفيديو، كمل معايا الفيديو حتى الاخر باش ندير واحد الاستنتاج انصامبل. ليتس جو اصدقاء. واللي ما حبنا فاليوم البنات غادي نتكلموا على الرجال. واش تقدري تحكمي في الراجل؟ لا. كيفاش لا؟ انت كاتبه العنوان تقولي تخلي الرجال صندال تحت غير كتبت تقولي لا، شفت التناقض. تقدري تسيطري على الراجل، تقدري تخلي الراجل خاتم في صبعك. لا حبيبتي، تقدري تخلي الراجل صنداله في رجلك. لا. تقدري تقولي راجل بحال الحولي. لا، راجل ما عمره ما كان حولي، ما عمرك ما كان صنداله هاد لبسيها في رجلك، ما عمره ما كان ولا هيكون خاتم ديريه في صبعك. الراجل ما عمره ما هيكون بحال هكا، حيت الراجل انسان كائن بذاته بعقله، والراجل بطبيعته بالخصوص الراجل العربي مسيطر. راه ما عمره ما تحلميش انك ديري الراجل خاتم في صبعك. هذيك اللي كتقلب وكتحلم انها تسيطر عليه وانها تحكم فيه وانها تخليه يدير لها بزاف الحوايج اللي هي باغاهم ويمشي على السيستيم ديالها، راه هي كتهلل. وهذوك اللي كيقولوا لكم داكشي راه كيهللوا عليكم وكيخبقوا عليكم. دابا انت دابا داير انك ليك بيت انت، ما تمشي هذا تقول لي دابا كيفاش تخلي راجل صندال تحت رجلي. لا اصدقاء رجال، هادي غير تتهند علينا، هادي الهنده باش ما ينوضوش ليها رجال يقعوا عليها. راني سيري ما عمتش مدحيناش حنا، حنا ممدوحين. وانا شنمدح اصدقاء ديالي انتيا خرجي لي من هنا. الراجل حبيبتي العربي صعيب حبيبتي، وشوفي شحال طولتها. صعيب هاي 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 عقلو صعيب، تربيته باش تربى صعيبه، الايجو ديالو وداك الانانيه ديالو صعيبه. هادي كلها هذاك اللي تقول لك اجي نوريك كيفاش تبدليه، اجي نوريك كيفاش انا بدلت راجلي، كيفاش خليت راجلي خاتم في صبعي. هذيك راهي كتخربق هي انت الراجل حبيبتي. عمرك ما تقدري تبدليه. شوف اللي عنده شي طبع فيه، لا يبدل الله ما بقوم حتى لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ويلي ويلي على الدين، شكلي في العقلي في المكياج في التجميل في الدين. اوه الشيء بزاف، الشيء الاصدقاء برا وجود هذا غادي يدوي باسم الدين، هذا راه بزاف حاكمين بالدين برا وجود. ما عمرك ما تقدري تغيري شي واحد، ولا ولدك ولا بنتك، هو غيغير راسو باش تقدري انت تخليه يغير راسو، بانه يشوفك انت، يشوف الطبع ديالك، يشوف التصرف ديالك، يشوفك انت واش 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 نيفوك طالع ولا هابط، يشوف الناس اللي دايرين بك، تحطيه في محيط زوين. كاين المراه اللي كتحط الراجل في محيط زوين كيزيد يطلع، كيزيد يترقى، كيزيد هو ولو يكون خايب، ولو يكون كلشار، ولو يكون شمكار قطاطعي، كان كيقطع الدروبه وما يقدروش خوتو وبنات اخرين يديروا قدامه شي حاجه، كتخليه هو الارض كيهبط الارض. علاش؟ علاش؟ لان هي عرفات لذاك الشخصيه كيفاش تتعامل معاها. كاين الراجل اللي كتلقيه مع مراه صعيب قطاع، ما تقدرش تدوي معاه، ما تقدرش دير بزاف الحوايج حداه، ما تقدرش تلبس حداه. وتلقيه مع مرا اخرى تقدر دير حداه بزاف د الحوايج، واخد الحوليه ديالها معاه ومطلوق معاها وكيكركر ويضحك معاها، وكتلقيه شخص اخر. علاش؟ راه هو نفس الشخص، ولكن العيالات هنا والبنات تساؤل، هادي ماشي هي، هادي هادي احسن من هادي، هادي دارت لي ستوندار ديالها كيمشي لها لي ستوندار، هادي ما حطاتش لي ستوندار فكيمشي هو على لي ستوندار ديالو. بحال هكا هكا التعامل مع الراجل، هكا الذكاء مع الراجل. كوني زوينه، كوني عندك جمال، ما عرف كي داير جمالك مع الوقت كيولي يجي عادي. الراجل بطبيعته ملي كيخط موبيل، لاحظي الراجل ملي كيخط موبيل ولا موتور جديد، كيخط موبيل مثلا جديده كيكاشيها كيدير لها الكاش ديالها، كيبقى يخطيها من الخبره، كيقلبها ويفليها ملي كيكون يلاه خداها، كيقلبها ويفليها عندك تكون فيها خبشه. الا قاصو شي واحد دازي كان دايز وداز شي دري ولا دري صغير حداه، ولا قاص طوموبيل ولا ما كيخليلوش، كيكون داك الطوموبيل عنده عزيزه وخايف عليها وباقي حاس بها جديده، مازال متشوق ليها. اه فكرتني اصدقاء فوه الطوموبيلات ديال المكياج، ماشي المكياج ولكن ديال اللعاب ديال العشوره. ويلي ويلي فاش ندير بهم تنبيت حدايا، نعسي لمك حدايا، تنفيقت هنايا تلقى نلعب بها شي ديال الكتريك. شريتها مره وحده في حياتي، شريتها ليا امي، ما بغاتش تعاود تشري ليا شي وحده بحالها. علاش؟ وليت تنحمق بها القطوط، تنخرج للزنقه باش نبقى نحمق بها القطوط، تبقى تبعينا القطوط. شريط طوموبيل انا نبقى نمشي بها في الهواء، الهواء الطلق
شتي حماقة على الملك، انا طعام تنطع فيه تنفرح. الشهر الاول، الشهر الثاني، العام الاول كيولي بحال اللي كيترخى عليها، كتولي داك الطوموبيل عنده عادي، يقدر ما يبيتهاش في الكراج، يقدر يخليها للغبرة تغبر، ما كيديها لافاج على فين وفين، ما كيمسحها على فين وفين، ما كيبقاش. علاش؟ لان والفها، والفها جمالك كيأثر على الراجل بزاف في الوقيته ديال التعارف، ملي كتكونوا يلاه تعرفتوا واو تيكون مبهور بك. الا كنتي زوينه، البنت اللي كتكون زوينه كيكون راجل مبهور بها، كيكون مكالي فيها في الاول، كيكون يحل في موضه اللي تبعها. ولكن من بعد ملي كيبدا يتعود عليك، يتعود على عويناتك. بصح 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 عويناتك، حبسيش من الدغيا تيشوف البنت يكون مبهور بها. ماشي كلشي، اي ماشي كلشي، انت تجمعي الرجال كاملين كلشي، انا نشوف شي وحده زوينه حتى نريح معاها ونعرف شنو في المخيخ ديالها، ماشي المخيخ عاد تنحكم عليها واش زوينه ولا لا. اذا واخا تكون البنت بياسه صاط بياسه وهضرت معاها بنت ليا عقلها مبيس صافي صاط، هذيك البنت صابط لتحت بز، ديك الجمال ديالها تمشي تضربو في معادله كلشي في لو فون. اللي كان لو فون زوين، اللي كان الدماغ زوين، هذيك هي البنت. كان له الدماغ مخليه في شي صعبه ولا شي رحبه ديال الزرع، هرب واخا يديرو واخا تكون زوينه. تعود على ستيلك، يتعود على هضرتك، يتعود على بزاف الحوايج فيك. ديك الساعه كيدخل معاك الشخصيه ديالك، ديك الساعه انت خصك تكوني واعره، ديك الساعه انت خصك تبهري بشخصيتك وما خصكش تدخلي في مجال الروتين. مثلا هذه الكلمه اللي غادي نقول لكم بزاف العيالات كيقولوها، بزاف بزاف بزاف. انا مع عيالات قرابي ليا وكنعرفهم مزيان وكيقولوها، يعني ديما كيقولوها وكيردوها على المسامع ديال الراجل. وشنو هي؟ الراجل مثلا كيكون مع مرتو، المراه كتبدا تفتخر بانها هي عندها ثقه بالنفس، ياك؟ شنو كتبدا تقول له؟ كتقول لك انا الراجل مني يكون في الدار ديالي، مني يكون في الزنقه ديال الناس. لا لا خيتي، لا لا، الراجل مني يكون في الدار ديالك وحتى يكون في الزنقه ديالك ماشي ديال الناس. مني كتقولي انت الراجل هاد الهضره، يعني بحال اللي كتقولي له ايوا انت في الدار ديالي، هي شوف هي صرف عليا وجيب ودير، وفي الزنقه ملي تخرج ما سوقيش فيك، سير دير ما عجبك، ما سوقيش فيك انت في الزنقه. ما عمرك تقولي هاد الكلمه المتداوله اللي كيقولوها بزاف العيالات. لا حبيبتي، لا حبيبتي، شنو تقولي؟ الراجل خصو يكون هذيك صنداله تحت رجلي. اه حبيبتي هادي واه، كيفاش ديال الناس هادي؟ شكون شكون هي هادي اللي تهضر الصاط؟ واش هي وزيره ديال العيالات ولا وزير؟ يكون مخلص معاك في الدار، يكون مخلص معاك في الزنقه. الراجل يقول لك هو هاد الهضره، هو يقول لك هاد الهضره. لا حبيبتي، شوف دابا واش تسمعي شي راجل يقول لك انا مرتي في الدار ديالي وفي الزنقه ديال الناس. المراه خص تكون عندها شخصيه، خص تبين بانها هي انا تنغير عليك، وفي نفس الوقت عندي ثقه بالنفس. الرجال في شي حوايج كيعزوا راسهم، ولكن للاسف العيالات والله العظيم الى هما اللي كيبهدلوا راسهم قسما بالله. الى هي اللي كتخلي الراجل يركب ويبني شي، يركب فوق منها ويوصل للبروميام ايطاج والدوزيام ايطاج والطروازيام ايطاج ويبقى غادي وهي مسكينه راه لتحت. سكتي غادي تغوني. شوفي جوج الا كانوا مفاهمين كاين شي واحد تيطلع بريميام ايطاج دوزيام ايطاج، ريحي كاين شي هاد المعادلات. هادشي هذا شي طبقه انت حنا ما تنعرفوهاش، يمكن اصدقاء غادي تدوي على شي الينز سكان الفضاء. خلي راجل تحت رجليك، مسكين راجل تيقول لها امشي 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 نخرج، فين تيمشي كاع هذا الراجل هذا؟ فين تيمشي؟ يمشي للقهوه غادي يريح يتفرج في شي ماتش اتلتيكو بيلباو، مالو شنو يصنع في هذا الراجل هذا؟ صوارخ ايه رونالدو هذا، يمشي يشد البياس. كتلقى المراه كامله وباقا صغيره، ما خصها حتى شي، باقا صغيره وهي تقدر تكون هي احسن منه، وكتخلي يعني كتخليه يوصل بها لذاك المرحله وتولي هي مجروره يجرها في العلاقات ديالو، كيولي يدير كل شيء حداها ويولي يقولها لها بملء الفم، فمو عامر كيولي يقولها وقدام الناس ما عندوش مشكل. كتولي تمشي تخطب له وتولي هي تساعده، تساعده في هذه القضيه هذه. توا مافيوزي ولا التقدم ابا عطات لي رجل هيت شاط. صعب بدي 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 الله يجي تدوي على شي رجل ما كاينينش باغا جوج بوم. هذا الحضيض بالنسبه للمراه، والله المراه ملي كتوصل لهاد الشيء هذا مع الراجل كتولي في الحضيض صافي، ما كيبقى ما كيبقى لا احترام لا قيمه لا صافي، تتولي عاديه، تولي عاديه. والراجل اللي فيه شي حوايج راه ما عمره ما يقنع، عمره ما يقنع. هذاك يجبرك الله يقنع بوحده ولا بجوج ولا بثلاثه، عمره يقنع ديما يبقى فيه داك الفجوه. انا قلت لك الرجال فيهم فجوه كبيره،
فيهم فجوه ديال انه ديال السيطره، ديال انه الايغو ديال يحس براسو راجل. هو نورمال راجل اللي ما كانش يحس براسو راجل مع مراتو شنو نسميوه؟ نسميوه ماشي راجل، تو سامبلومون. كيف انت يا راجل هذا بغيتي يبقى من بعد خاص زوج يتفاهموا على اساس الحب واللعبات. انا بعد هذه مسكينه هذه راه ما هذه عصباتني هذه ضرب عليها كيتكات. كيتكات هذا الدرهم عندكم صحاب لكم هذاك كيتكات ديال 8 درهم هذا 100 مط. الراجل كيكون معاك كيكون تحت منك تحت من رجلك، يبوس اليد يبوس الرجل يحك رجلك انت على وجهه، ولكن ملي كيكون مع حبابه ها كيولي يبغينه يبغي يبان هو البطل، هو وحش الغاب طويل الناب. كيتعامل شويه قاصح علاش؟ حتى هو كيبغي يبين راسو راجل، حتى قدام صحابو كيبغي يبين راسو راجل. هو عنده هذيك الطريقه، عنده داك الايغو بحال هكاك. ماشي ايغو هذاك، لما انا كنت انا ومراتي مع العائله واش نحكوا لي رجليها وانا ما عرفتش داك الشيء نحكوا لي؟ شتي تخوري انت علينا تماك، هذا ما غادي نكون متمر اخي ديالي حيت حنا هي مربين عاديه في مجتمع مغربي. تلقى واحد راجل تيتلقى مع لا فامي ديالو ضروري تيبين راسو راجل، سي نورمال. هادي هادي مال هادي، هادي هادي عصباتني اصاحبي. انت خصك تحديلو هاد الحوايج هادو، فهمتيني؟ خصك اللي قرصك، خصك اللي يبين لك. وليني شي حوايج غادي نبيع معاكم ضحكه، وغادي نخليك تضحكي فيها ونخليك تحسي بيها فراسك مزيانه، وحيت باغا لك الخير، وحيت باغاك تكوني قويه في دويرتك مع وليداتك مع راجلك. ماشي قويه بصحتك، قويه بشخصيتك، قويه تكوني مرا مرا، ماشي بصوتك مرا، ماشي بمكياجك. هادشي كله جمالي، هادشي يخليه يموت عليك ويتبعك ويحماق يقيسك ويحماق يبوسك. الوقيته اللي تكون عنده خاويه يجي يجري للدار هكا. بغيتك، هذا هو الوضع اللي بغيتك تكوني فيه، فهمتيني؟ هي باغا وجهو لهاد الهضره كاينه البنات، باغا وجهو حنايا ختينا هادشي شويه ساركازم، ولكن راه باغا وجهو لها المرا الا ما كانتش عندها بيرسوناليتي باغا وجهو لها ماشي مرا عندها هي الشيء اللي كاين. هذا جبت لي الناس وحق رب الاله شحال هذه في الساعه؟ هذه 8 وانا باقي ما ناعسش. تخيلوا معايا اصدقاء، وبغيت نشوف كيفاش تخلي بوركابي ودي درت لي خدعه. ما شفت من بوركابي اصدقاء باغا وجهو لها. المهم اصدقاء بلاتي بلاتي غنبدا ندير ستريم في نيمو ياكو، ومحتاجكم بزاف. فشحال محتاجكم هاك كومشا او انستغرام نهار غادي نبدا التيست ديال نيمو اللي غنطلقوا واحد اللايف، والا دزت في داك التيست غادي يدخلوني معاهم كونطرا واللعيبات. بغينا نمطقوها باغا وجهو، بغينا نزيدو في الكونتوني واللعيبات، فهمتي؟ تشوفوا شي حاجه الاخر في اللايفات نهار. اللي ما عندوش نيمو يمشي تيليشارجي نيمو يدير لي فولو، ونهار غادي نبدا التيست غادي نقول لكم في انستغرام. المهم اصدقاء تشاو ميغو، نتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو لي فراسكم.